متفوقا على دي بروين ومبابي، صلاح يحتل المركز السابع في سباق الكرة الذهبية. السلام عليكم واهلا ومرحبا بكم في قناتكم كرة شراب. لطفا قبل ان نبدأ فلا تنسوا ان تدعمونا بلايك اسفل الفيديو حتى نوصل هذا الفيديو ل9000 لايك. لو بتحب محمد صلاح ما تنساش تضغط لايك اسفل الفيديو، فهذا يساعدنا كثيرا في معرفة عدد المحبين للنجم المصري. ولا تنسوا ان تضغطوا اشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس لكي يصلكم كل جديد اولا باول. بعد هدية الفرعون عن طريق ميدو، أسطورة هولندا يوجه رسالة خاصة لمحمد صلاح. وجه شاك سورة أسطورة الكرة الهولندية ونادي أياكس أمستردام رسالة خاصة للفرعون المصري محمد صلاح، وذلك بعد الهدية التي أرسلها له نجم ليفربول. وكان صلاح أهدى شاك سورة قميصا موقعا باسمه عن طريق صديقه أحمد عبد القادر ميدو، ورد أسطورة هولندا على هدية مو خلال تصريحات نقلها موقع العين الإماراتي قائلا: صلاح أشاهدك كل أسبوع تسجل الكثير من الأهداف وأنت أحد أفضل لاعبي ليفربول، شكرا لك على كل شيء. وتم أسطورة هولندا تصريح